في رجل عند ابن عمر عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر إني أحمد الله وأصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس في هذا الموطن، لقد تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله. فهذا الاتباع والاقتداء، وكلما تعلم الإنسان الاتباع والاقتداء كلما كان هاديا مهديا، وكلما وقع في بدعة الزيادة لن يقف عند الزيادة حد أيها الكرام الفضلاء، كل شيء يزود فيه، كل شيء يزود فيه.